بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الصف الأول، مرحبا بكم في مادة الرياضيات. معكم الأستاذة سمية عبد الله. معكم إن شاء الله في الدرس الأول من دروس الوحدة الأولى، الفصل الدراسي الأول، تمييز وقراءة الأعداد حتى 10. تمييز وقراءة الأعداد حتى 10. كم فيل في هذه الصورة؟ أحسنتم، فيل واحد، وهذا يعبر عن الرقم واحد. واحد واحد. كم فيل في هذه الصورة؟ أحسنتم يا أبطال، اثنان، وهذا يعبر عن الرقم اثنان. اثنان اثنان. كم عدد الفيلة في هذه الصورة؟ نعم، ثلاثة أفيال، وهذا يعبر عن الرقم ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. كم عدد الفيلة في هذه الصورة يا أبطال؟ أحسنتم، في الصورة أربعة أفيال، وهذا يعبر عن الرقم أربعة. أربعة أربعة. والآن يا أبطال في الصورة نعد معا عدد الأفيال: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهذا يعبر عن الرقم خمسة. خمسة خمسة خمسة. والآن يا أبطال مع الواجب المنزلي في كتاب التهيئة، صفحة 8 و11 و12.